السلام عليكم. اليوم مع وصفات مواليد جيتكم مقروط بلا بات ماجيك. هذا المقروط اللي ما تعرفش كامل دير المقروط باذن الله راح ينجح لك ويجيك معسل حتى للقلب. يلا تبعي معايا للاخير حتى تشوفي كامل الوصفه كيفاش حضرتها. اول حاجه نبدا بها نبداو بالحشو. هنا عندي كميه نتاع الكاوكاو، عندي حوالي 400 غرام. الا درتي الكاوكاو دخلي على الاقل للفرن غير شويه باش تنحلوا النضا، ولا درتي اللوز ما تدخليش للفوغ، طحنيه مباشره، ما يكونش رقيق بزاف وما يكونش خشين. ها هو معنا. اذا في 400 غرام شحال ندير السكر؟ ما تكتريش السكر بزاف، نديرو يا ربي زوج مغارف كبار نتاع السكر هكذا. راح نزيد له مغرفه صغيره نتاع الزبده اللي تكون طريه هكذا. اذا نخدم مليح هذيك الزبده والسكر مع الخليط نتاعنا مليح مليح هكذا. كما سبق وذكرت الا درتي اللوز، اللوز ما تحمصيش، ولكن الكاوكاو لا، الكاوكاو الا ما حمصتيش ما يجيش بنين وتجي فيه واحد الريحه يعني غير محببه. من الاحسن انك تدخليه شويه للفوق. بعد هنا واش ندير؟ عندي المزهر، نبقى نزيد له في المزهر حتى يتلملي الخليط ويبدا يتعسل. اذا ندير المزهر بسم الله ونبقى نعجن فيه حتى يتلملي. بعد ما خلطته مليح دوك نبدا نوزن الحشو نتاعنا. شحال راح ندير فيه؟ ندير فيه 12 غرام. نوريلكم يعني بالتقريب شحال البولة شحال تجي فيها. انا المهم ندير فيها 12 غرام هكذا. هذه هي البولة نتاع الحشو نتاعنا. اذا نسقمها هكذا، ها هو الحشو نتاعنا. اذا نوزن كامل من قبل ما نبدا نخدم هكذا باش تجيني العمليه سهله، ومن بعد كي نرون العجينه نبدا نخدم مباشره. هكذا لازم نكونوا منظمين شويه يعني في الكوزينه. هكذا نكمل كامل نوزنهم البوله تاع 12 غرام، شوفوا يعني ابيبري شحال الحجم نتاعها. بعد ما كملت وشكلت هذوك الكرات نغطيهم هكذا باش ما ينشفوليش ونخليهم على جهه ونوجدوا العجين. بالنسبه للعجينه واش فيها؟ فيها كاس نتاع الزيت. كما سبق وذكرت هذا المقروط بالعجينه السحريه، كان سبق زمان ودرتها عندها 7 سنين، راح نعاودها لكم اليوم هكذا باش تفكروها. نزيد معاهم عبر نتاع المزهر، ونزيد عليهم عبر نتاع السمن يكون طري. السمن عبرت عيني عمرته هكذا هو طري في الكاس. اذا نزيدو على الخليط نتاعنا، نزيد عليهم قريصه نتاع الملح هكذا باش المقروط تاعنا ما يجيناش صامط، ونخلط كامل هاد المقادير حتى ينسجموا لنا الزيت مع السمن والمزهر. بعد ما خلطتهم مليح هنا واش راح نزيد؟ راح نزيد زوج كيسان نتاع فرينه، يعني نفس العبر نعبروا به كامل المقادير، زوج كيسان نتاع فرينه. وندير عليهم نص كيس تاع خميره الحلوى. الا درتي بهذا الكاس نديروا نص كيس، الا درتي العبر يكون كبير يعني غرفيه ولا ديري كيس واحد تاع الخميره. اذا نخلط كلش مع بعض هاد الفرينه. حنا ماذا بينا نديروا لكم مقروط تقليدي غير بالسميد، ولكن كاين اخوات يعني ما ينجحوش فيه، وهاد الوصفه ناجحه مليار بالميه. اذا ندخل مليح هذاك الفرينه والخميره مع المقادير اللي عندنا. بعد هنا عندي سميد متوسط. سميد متوسط كيفاش يكون داير؟ السميد متوسط لازم يكون رايح شويه للحرش، سميد متوسط نتاع المقروط. شوفوا هذا جاي صفر الشباب، يعني سميد متوسط تاع الكيلو، ماشي كيما سميد متوسط تاع 10 كيلو تاع 25 كيلو. تاع 25 كيلو يجي شويه رطب عليه، يعني هنا لازم تشوفي مليح السميد نتاعك. كيما هذا هايل للمقروط. اذا نبقى نزيد في السميد حتى تتلملي العجينه. اذا ندير حتى تتلملي العجينه تاعنا بسم الله.
ما لميت العجينه ها هي معانا. شوفوا القوام تاعها كيفاش يكون، نخليها ترتاح شويه راح تشرب راح تجينا هذيك هي. شوفوا الكيلو شحال بقى لي منه، بقى لي غير شويه، وكل وحده والسميد نتاعها. اذا نخليه يرتاح شويه حوالي 10 دقائق ونبداو نشكلو في المقرط. ندير 40 غرام في العجينه، يعني الحبه تجينا هذيك هي في الكوبرة تاعها. اذا نشكل شحال من حبه ونخليهم هكذا قسمه نخدم. اذا نوزن 40 غرام في الحبه. من بعد نشكل في المقروط، نحكم هكذا بوله نفتحها مليح في يدي، ندير لها الحشو في الوسط ونسيي كيفاش نغطيه. اللي تحب ديرو بالغرس تقدري ديريه بالغرس، وعرفت لكم طريقه تاع الغرس كيفاش ديرو له. هكذا هذه راه فيها الحشو، نزيد لكم حبه، نفتحها مليح مليح هكذا بيدي، ندير الحشو في الوسط ونغلق عليه. هاد العجينه ما تخافيهاش، يعني ماشي كيما المقروط تنشف وتزيدي لها الماء، هذه لا لا، هذه تجي طريه وتجي سهله في الخدمه هكذا. اذا بعد نشكل في المقروط، انا حنستعمل هاد الليمون، كاين بزاف ليمون، كاين مدورين، كاين، انا حنستعمل هاد المستطيل. اذا واش ندير، نحكم الحبه هادو كامل اللي محشيين، نرجعها هكذا شويه بالطول. الا كان عندك مدور خليه مكور، نديرو هكذا قسمه يدخل لي لهنا، ونحكم هاد الفوقانيه ونضغط عليها مليح باش تدي الشكل. ندير دائما كيس بلاستيكي من تحت باش تنحالي بالخف من بلون دو طرافاي، ونطلع ونخرج ونحي الحبه غير بالعقل. هاكدا هاهي الحبه تاع المقروط تاعنا، شفتو شحال شابه. اذا نزيد حبه، دائما نخرجوا هاد الليمون، نحكم الحبه تاع المقروط، نديرها هكذا شويه بالطول كما سبق وذكرت. الا كان مدور خليها مدوره ودخليها في الوسط هكذا. نديرها لهنا في الليمون تاعنا، ندخل هذا من الفوق، نضغط مليح ضغطه مليحه، من بعد نحي ونخرجوا ونحي الحبه غير بالعقل هكذا غير بالعقل. ها هو الحبه تاعنا واجده معنا تاع المقروط. اذا نكمل كامل الكميه اللي عندي. من بعد ما عمرت السنيوه، من الاحسن المقروط تاعنا تحطوه على السنيوه مباشره، يعني ما نديروش ورق الطهي. ندخلو للفرن على 170-180 درجه، كي نشوفوه تحمر من التحت، يعني ماشي يتحمر يتحمر، نحمروه على الوجه ونخرجوه. من بعد ما خرجته من الفوق، ها هو معنا. دائما المقروط تاع الكوشه يعني ما نطيبوهش بزاف وما نحمروهش بزاف، بلا ما نتوشيه نخليه في السنيوه تاعو وندلو العسيله. المقروط سخون والعسيله بارده. اذا نعسل المقروط تاعنا، بعد ما درت له العسل نخليه هكذا في العسل تاعو على الاقل 4-5 حتى 6 سوايع حتى يشرب لي مليح مليح باش نحيه. من بعد ما خليته تعسل لي مليح، هنا عندي هاد لي كيسات نتاع الحلوه معسله مقروط، ولا نرفد بالحبه غير بالعقل. شوفي شرب لنا كامل هذاك العسل. نحط الحبه في لي كيسات تاعنا، غير دي لابخو، ونزيد في لي كيسات بهذه الطريقه هكذا. نرفد هكذا الحبات، شفتوا العسل؟ حنا ماذا بينا يكون هكذا معسل مليح مليح. نردو، من بعد يبقى لي غير التزيين، نزينو في لي كيسات بهذه الطريقه. بعد ما كملت كامل ودرتو في لي كيسات، واش درت له؟ كل حبه زدت لها مغرفه صغيره. شحال كلالي العسيله؟ شوفوا البنات، كلالي كيلو، بقات لي غير شويه، يعني هو يشرب بسلامته. ها هو معنا، شوفي ما بقاتليش بزاف من الكيلو. بعد بالنسبه للتزيين واش راح ندير؟ عندي هنا كسرونه، راح ندير العسيله، ندير قيمه زوج مغارف كبار نتاع العسل هكذا، زوج مغارف كبار. واش راح نزيد معاهم؟ جلوكوز، راه يتباع في المحلات مكتوب جلوكوز، راح ندير منه حتى هو زوج مغارف كبار. اذا نعمر زوج مغارف. دائما الجلوكوز خليه على برا، ما ديرش فريجيدار هكذا باش تقدري تخدمي به. ندير زوج مغارف كبار، يعني كيما نديرو العسل نديرو الجلوكوز هكذا. اذا زوج مغارف كبار جلوكوز بهذه الطريقه. اذا ونديرهم فوق النار يسخنوا ويندمجوا لنا ويطلقوا.
بعد ما سخنت هذاك نحسن الجلوكوز، شوفوا كيفاش يولي جاري. واش راح ندير هنا؟ عندي الجوز نصاص محبه على زوج، وحبيبه تاع الجوز هادو هكذا باش نشبحوا المقروط نتاعنا على الوجه نتاعو. نديرهم هكذا في الجلوكوز، نخلطهم مليح، وقبل ما يبرد الخليط نبدا نشبح. اذا واش ندير انا؟ عندي هذا يساعدني بزاف في الخدمه، سينون خدمي بيدك عادي. يعني هاد الحبه عفايس مليح تشريهم، انا ولا غير نخدم بهم قليل وين نخدم بهم، ولكن صايبتهم. اذا ندير حبه نتاع اللوز، حبه نتاع الجوز هكذا. من بعد نسيت واش نزيد فيهم، اذا نص حبه نتاع سيريز هكذا، ولا ربع حبه راح تكون كافيه ماشي نص. اذا نقسمها على زوج، نكمل نزين الحبات اللي بقاو لي. الوصفه تاع نهار اليوم هي معنا واجده. شوفوا داك المقروط كيفاش جانا، درنا له تزيين خفيف، لكن هذاك السيريز اللي زدناه هو اللي كسرنا لا كولور. اذا دوك حنشوفوا شحال قطع لي من حبه. قطع لي 40 حبه، يعني ما شاء الله كاس يقطع لك 40 حبه. راح نشوفوا عن قرب كيفاش جانا هذا المقروط. اذا بسم الله نقسموا الحبه تاع المقروط. اذا شفتوا الموس يجري فيه ما شاء الله، جا تحفه. شوفوا داك الحشو في الداخل، حتى هو جانا بزاف طري. اذا ما عليكم غير تجربوا الوصفه، والى الملتقى ان شاء الله مع وصفه جديده، والى اللقاء.